مش موجود عندي في السكريبت. تمام. بس يعني حاجه قلبت السوشيال ميديا فتره والناس كلها اتكلمت عنها. انتي من فتره كنتي او ساعه ما ظهرتي عامه في ارابس جوت تالنت كنتي محجبه او طالعه بتربون معين بتلبسيه فالناس مش خلاص محجبه. يعني كنت بتلبسي كنتي عامله لوك او ستايل معين خاص بيكي. اوكي طبعا ده الناس تعرفت عليكي على انك شخص محجب. فلما فجاه عملتي لوك في الشعر فالناس قالت ايه ده، يعني انتي قلعت الحجاب، انتي تنزلتي عشان الفن. انتي كلميني شويه عن الهوجه اللي حصلت على السوشيال ميديا لان الاكونت عندك اتدغدغ ومبقتش عارفه لسه اخش ارد مدغدغه. على مين، ولا انا كنت عايزه اخش ارد بالنيابه عنها من كتر من الناس بجد يعني عنفتها بشكل اوفر جدا من غير ما تفهم. الموضوع مفهوم غلط اصلا من الاول، يعني كتربون مش حجاب. يعني لو جينا نفسر الحاجات ونتكلم يعني بمعقول، تربون مش حجاب، يعني انا عوامي باين وداني باينه، بلبس نص كم، يعني بلبس ضيق، بلبس قصير، يعني ده مش حجاب فعلا، ده باين جدا. يعني انا ما كنتش حاطه حجاب، ده كان ستايل معين ليا كان مميزني شيئا ما، يعني ان انا بنت حاطه تربون، تعزف جيتار، تعمل فيديوز، حاجات كده. فانا لما فضيت لنفسي شيء بالمعنى الاصح وقعدت مع نفسي بفكر انا لازم اعمل نيو لوك، لازم افضل نفسي، لازم اغير شويه، فعادي يعني اصحابي قالوا لي غيري شويه من نفسك، بلاش التربون وبلاش الجو القديم ده، خليكي شويه فريش جديده وانت لسه صغيره وكده. ففكرت ان انا اعمل نيو لوك وباين شعري يعني واحلى نيو لوك وخليك فريش عشان وشك ما يكرمش. احنا في دلوقتي